السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو مفيد على قناتنا. يا رب يكون كل اللي بنقدمه بيحوز على اعجابكم. النهارده جاي لكم بخبر وفي نفس الوقت موقع. الخبر قريته في احدى مواقع التقنيه يعني اللي انا بثق جدا في مواضيعها، وهو موقع التقنيه نيوز. بيتكلم وبيقول ان شركه مايكروسوفت بتسعى الى دمج برنامج من برامج الفيديو اديتنج المشهوره داخل نظام تشغيل ويندوز 11. حقيقه انا مش عارفه الموضوع ده هيتم ازاي او فعلا هيتم ولا لا، ولكن هو خبر كويس جدا للناس اللي مش عايزه امتيازات كبيره قوي في برامج الفيديو اديتنج وحاجات معقده كتير زي الموجوده في بعض البرامج الخاصه بالمونتاج. لو انت عندك فيديو بسيط جدا، مثلا انت عايز تعمل مونتاج لفيديو انت مصوره، او عايز تطلع اعلانات، في بعض الناس بتبقى عايز تطلع اعلانات ومحتاجه تعمل فيديوهات يعني فيها كرياتيفيتي وتكون بسيطه في نفس الوقت في عمليه التعديل عليها. البرنامج النهارده اللي هنتكلم عنه هو برنامج كليب شامب. هو برنامج ممتاز جدا جدا، انا حبيت ان انا اطلع اكلمكم عنه. يعني هنخش نشوف البرنامج نفسه وامتيازاته ايه، لربما لو شركه مايكروسوفت فعلا دمجته في او اتاحت بشكل او باخر من خلال احدى منتجاتها استخدامه هيكون في امتيازات مهمه جدا جدا. البرنامج مجاني بحدود على الموقع، يعني تقدر تستخدمه لعمل فيديوهات، وحوريكم انا احدى الفيديوهات اللي انا عملتها عشان انزلها على انستجرام، بس الدقه بتاعته 480. هذه النقطه المشكله، لان دلوقتي طبعا انا من الناس اللي بنصح بالخروج بدقه اتش دي على كل المنصات لما بتيجي ترفع فيديو، لكن ده لا يمنع ان انت ممكن تستخدم بالشكل مؤقت لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل في موضوع يعني مايكروسوفت هتعمل ايه مع هذا البرنامج، هتوفره ازاي بالظبط، الوضع هيكون موجود على الستور، تكلفته، يعني احنا مش عارفين لسه اي حاجه عن هذه الموضوع. ولكن الموضوع دوت يعني ايه لفت انتباهي وخلاني اروح اشوف الموقع. طبيعي جدا ان انت لما تسمع موقع ما يعني هيدمج او هيكون متاح لمستخدمي ويندوز 11 يبقى انت لازم تروح تبص عليه. النهارده هنشوف مع بعض موقع كليب شامب. هو موقع استخدام الواجهه بتاعته سهله جدا 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 في الاستخدام، وقبل كل ده هوريكم الفيديو اللي انا عملته باستخدام هذا الموقع. يلا بينا هوريكم الفيديو اللي انا عملته باستخدام هذا الموقع، يلا بينا ما تروحوش في اي حته وهنرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره تانية على قناه انفوتيك فور يو وموقع كليب شامب. هذا الموقع كليب شامب اللي هحط لكم الرابط في الوصف اسفل الفيديو، اللي من المتوقع ان هو يكون بشكل او باخر عن طريق بقى الدمج عن طريق الستور، مش عارفه هيكون ازاي متاح لمستخدمي ويندوز 11. انا مش عارفه هل له رسوم او لا، ولكن ده خلاني اقف على ان احنا نشوف البرنامج ده بيستخدم ازاي، ممكن نوفر وقت على مستخدمي ويندوز 11 لو اصبح متاح ان شاء الله في الايام القادمة. هبتدي ان انا اخش على الموقع وهتعمل لوج ان، وبعد ما تعمل لوج ان على فكرة هتلاقي لو انت ليك حساب على مايكروسوفت هيدخلك بحساب مايكروسوفت، ممكن تخش من خلال حسابك على مايكروسوفت. بعد كده هنخش هنلاقي الواجهة بهذا المنظر. طبعا هو انا هنا في النسخة المجانية، والنسخة المجانية ممكن تصدر بيها فيديوهات لحد 480، زائد ان في بعض الحاجات اللي ممكن تتسبب في وجود ووتر مارك عندك على الفيديو لو انت استخدمتها، اللي هي بتكون بريميوم، الحاجات اللي انت لازم تدفع علشان تحصل عليها بشكل من غير ووتر مارك. هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض، وعايزه اوريكم بس الاول الفيديو والدقه الخاصه بالفيديو اللي انا عملته باستخدام هذا البرنامج. هذا البرنامج يعني قمت بعمل هذا الفيديو من خلاله، ممكن الناس اللي بتعمل اد تقدر انها تستخدم. زي ما قلت لكم انا بفضل ان الدقه تكون اعلى من كده بشكل عام لرفع مقاطع الفيديو، ولكن ممكن انك انت تستخدمه بشكل مؤقت زي ما احنا النهارده هنتكلم. اول حاجه هروح للموقع، مثلا هبص الاقي فيه حاجات كتيره جدا، لو انت عايز تعمل سلايد شو، سوشيال هاندلز، كودز، يوتيوب، جيمنج، انستغرام، سوشيال ميديا. مثلا لو انا عايزه اروح هنا ممكن اختار ما بين تمبلتس كتيره جدا جدا ممكن تختار من خلالها بابعاد مختلفه. ده مثلا هنا الانستجرام، لو عايز تعمل حاجه على الانستجرام ممكن بتختار التمبلت اللي انت عايزه وبتقول يوز ذيس تمبلت،
وده ممكن اد ممكن تعمله على التيك توك مثلا، الناس اللي ليها اكونت على تيك توك بتطلع اعلانات او بتطلع بعض الفيديوهات، ففي الحاله دي بتستخدمه. يعني انا طبعا ايه هنا بتكلم على المنصات اللي انا بستخدمها بشكل يعني بشكل عام. هنا الريشو من 9 ل 16، الريشو 1 تو 1 لو انت طالع على انستجرام فيديوز. انا هنا بقوم دايسه دبل كليك على يوز ذيس تمبلتس، وبيدخلني على كانك بالظبط دخلته على اي برنامج فيديو اديتنج يعني بالشكل المعتادين عليه. ادي الورك سبيس اللي انا بشتغل عليها، وده التايم لاين، وبشوف طبعا هنا هتبص تلاقي مثلا على سبيل المثال الفيديو ده لو يعني في اي ووتر مارك هيقول لك، يعني مثلا سي ممكن يكون الموسيقى دي فري فما فيش هنا ووتر مارك على الفيديو. ممكن انك انت تستخدم التمبلت كده زي ما هو، لو انت مثلا سي هنا بتقدم منتج معين هنا اعطيك مثلا سيل 60%، تقدر تغير ال 60% دي لرقم تاني وهكذا. مش عايزين نضيع وقت في استخدامه زيه زي اي برنامج في الدنيا. يعني هو برنامج فيديو اديتور سهل جدا في الاستخدام. شوف كده ابسط برنامج فيديو اديتور، والبرنامج دوت بسيط جدا جدا في الاستخدام. نفترض ان انت مثلا مش عايز حاجه من دول وعايز تحط حاجه من نفسك، فبتقدر مثلا انك انت تروح تعمل ديليت، بتقف عليها وتعمل ديليت من على الكيبورد. يعني انا ممكن اروح اعمل كده سيلكت اول على كل واعمل ديليت، وابتدي اعمل حاجه فروم سكراتش خالص من الاول وجديد. فاروح هنا اهوت من علامه الزائد، اعمل براوز فايلز من عندي انا من على الجهاز بتاعي مثلا على سبيل المثال. مثلا هرفع الشكل ده على سبيل المثال، ارفعه بالمنظر ده كده، وبعد كده هبتدي ان انا احطه في التايم لاين، اسحب احطه في التايم لاين. فممكن مثلا تسحب تحطه بالمنظر ده في التايم لاين، وتقدر انك انت تظبطه بالشكل ده اهو. ممكن اقف عليه كده واشده بحيث ان هو بس ايه يبقى مظبوط مع يعني بصوا هنا لو احنا وقفنا كده مظبوط على الورك سبيس بتاعت اللي محطوط فيها الفيديو. ممكن لو دوست كروب تو فيل هدوس كده عليها دبل كليك، هيظبط الفيديو على المساحه اللي انا شغال عليها بالمنظر ده. وهنا مثلا لو انا عايزه فيت تو سنتر هنا اظبطه يبقى في السنتر، وهنا لو انا عايزاه يناسب المساحه اللي انا شغال عليها. واقدر بقى ان انا اروح للتكست اكتب اللي انا عايزه زي اي برنامج فيديو اديتنج. عندي ستوك ايمجز نصيحه اغلبها هيكون يعني بيد، وفي بعضها فري، لكن هنا مثلا سي في الستوك الخاص بالجرافيكس والستوك فيديو بلاقي حاجات كتير جدا بريميوم. لو انت ممكن رحت الكانفا او رحت لي برنامج زي برنامج بيكسلز او اون سبلاش، لو انت رحت الاون سبلاش تجيب فيديوهات تجيب صور، ورحت البيكسلز تجيب فيديوهات وتجيب صور. الاون سبلاش هتجيب منه ايمجز، البيكسلز هتجيب منه فيديوهات فور فري، تقدر انك انت تعمل لها امبورت او تدخلها جوه هذا البرنامج. وده اللي انا عملته، انا رحت جبت فيديوهات من على بيكسلز وعملت بيها الفيديو بتاعي حاجات فور فري. وكمان بالنسبه لي لو انت هتطلع الفيديو بتاعك على الفيسبوك ممكن تجيب من الاستوديو بتاع الفيسبوك موسيقى مجانيه، لو انت هتطلعه على اليوتيوب ممكن برضو تجيب موسيقى مجانيه من الاستوديو الخاص باليوتيوب او من لايبراري المكتبه الخاصه باليوتيوب. يعني الموضوع تقدر تتعامل معاه، تتغلب على موضوع البريميوم دوت، هو بس ريزولوشن مش هتقدر ان انت تتغلب عليه، لان بعد ما هتخلص كل حاجه من دي هتبتدي ان انت تيجي تعمل اكسبورت، هتبص تلاقي ان انت عندك الفور فري هو 480، وعلشان ترقي 720 او 180 في الدقه هتضطر ان انت تروح تدفع مبلغ. بس انا اعتقد ان المبالغ هنا مش هتبقى كبيره قوي لو انت كل يوم بتعمل كونتنت على فيسبوك. لو انت ديجيتال ماركتنج سبيشاليست او لسه في الاول بتعمل كونتنت او محتوى ومحتاج تعمل فيديوهات في الحاله دي، يعني مثلا انا هنا لو عايزه ريزوليوشن بدقه 1080 هبتدي ان انا ادفع 19 بير مانث عشان اوصل بال 1080. 19 دولار بير مانث انا بتكلم في حوالي نفترض يعني نقول 300 جنيه. 300 جنيه لو انت الشركه بتاعتك وفرت لك هذا الاكونت علشان تشتغل بيه الكونتنت طول الشهر، فاعتقد ان هو مش مبلغ كبير. تمام، التسعة بالمانث هيديك الفيتشرز اللي هي عباره عن 720، فهيبقى الدقه اعلى شويه. وفي طبعا امتيازات انا عايزاك تبص عليها كتير عشان الموضوع مش موضوع دقه بس، ولكن انا هنا حبيت ان انا اوريه لك، وهنشوف مايكروسوفت هتعمل ايه مع هذا البرنامج لو الموضوع ده فعلا طلع صحيح الفتره الجايه. طبعا هنا برضو في حاجات هنا لها علاقه بالاوديو بالسبيد وبالفيد، وفي كمان ترانزيشنز ما بين لو انت حطيت كذا فيديو، في ترانزيشنز جميله جدا فور فري اهي كتير قوي تقدر انك انت تستخدمها، وتمبلتس كتير، وفي ميوزك، في حاجات فور فري، في حاجات في الموجوده في البريميوم وهكذا.
فاعتقد ان البرنامج ده برنامج ممتاز جدا جدا، ادعوك ان انت تبص على عليه. الموقع ان شاء الله هحط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى. فيديو النهارده كان خفيف جدا جدا، ومش لازم كل فيديوهاتنا تكون تقيله زي كل مره. ما تنساش زي ما بنقولك في اخر كل فيديو تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. لازم تفعل الجرس وتشير الفيديو مع الاخرين فضلا، علشان يعني الناس تبتدي انها تستفيد، الناس اللي مهتمية بالمجال اللي احنا بنتكلم فيه وهو الانفورميشن تكنولوجي. اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.